عشان نلخص ال الساترن. بص دي اللي قدامي دي ادي عربية وادي الساترن المرحلة الاولى. بص واخد دي السقف اهو واخد من هنا المرحلة الاولى بتخلص هنا, المرحلة التانية بتخلص هناك, المرحلة التالتة قدام كبيرة قوي يعني واخد الصالة كلها من اولها من اولها لاخرها. بس ده تلخيص له هنا, ده نموذج بيشرحهولك بالظبط. ادي خمس مكنات وراهم خمسة انجن وادي الشرح بتاعه اهو قدام خالص وبيقول لك هون الرموز بتاعتك ايه عشان لو ما تبعتش الكلام بتاعي. ادي الوصف بتاعه.